بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم راح نبلش بمادة Differential Equation. أول إشي بدنا نعطي Introduction بسيطة هيك عن المادة عشان نقدر لقدام نستفيد. Introduction. هلا لو حكيت لك انه الواي ايكوال اكس قوة ماينس 3 على 2 هو سوليوشن لا الديفرنشال ايكويشن هاي اللي هي 4 اكس تربيع في واي دبل برايم بلس 12 اكس في واي برايم بلس 3 واي ايكوال 0. شو معناته هذا الحكي؟ معناته انه انا لو اشتقيت الواي مرة ورجعت اشتقيتها كمان مرة مع الواي ورجعت عوضت الواي دبل برايم هون والواي برايم هون والواي هون لازم يعطيني زيرو. اذا حقق الشرط هذا معناته بقدر اعتبر انه واي ايكوال اكس قوة ماينس 3 على 2 هو سوليوشن للديفرنشال ايكويجن. الديفرنشال ايكويجن اللي هي هاي اللي المعادلة هاي. تمام خلينا نشوف شو يعني عندي انا كان y equal x قوة ماينس 3 على 2 وكان عندي 4 x تربيع في y double prime plus 12 x y prime plus 3 y equal 0. خليني اشتقها اول مرة. هاي الواي عندي بدي اشتقها بتصير عندي ماينس 3 على 2 في اكس قوة ماينس 5 اوفر 2. عندي الواي دبل برايم بتصير عندي 15 اوفر 4 في اكس تدور ماينس 7 اوفر 2. تمام هيك. هلا انا اوجدت المشتقة الثانية والمشتقة الاولى ومعي الواي بدي ارجع اعوضهم بالمعادلة هون. فخلينا نعوضهم. رح يصير عندي 4x تربيع في 15 over 4 في x هو minus 7 over 2 plus 12x في minus 3 over 2 في x هو minus 5 على 2 plus 3 x minus 3 على 2 equal 0. هلا لو ادخل ال 4 x تربيع على القوس هذا راح يعطيني الناتج النهائي 15 x و minus 3 على 2 minus 18 x و minus 3 على 2 plus 3 x قوة ماينس 3 على 2 equal 0. هلأ لو جمعت هذول 2 يصير عندي 18 x قوة ماينس 3 على 2 ماينس 18 قوة x ماينس 3 على 2 equal 0. هيدا تشطب مع هاي فبدي يصير عندي 0 equal 0. إذا نقدر نحكي هنا إذا y equal x to the power minus 3 على 2 هو solution للديفرنشال ايكويجن هاي. تمام. هلا اخذنا يعني انترودكشن سريع للماده وبدنا نفوت بالديفرنشال ايكويجن. هلا الديفرنشال ايكويجن لازم اعرف الديفرنشال ايكويجن بتنقسم لقسمين. القسم الاول اوردينري ثاني بارشل اوردينري ديفرنشال ايكويجن وبارشل ديفرنشال ايكويجن. هلا كيف بدي اعرف انه هاي المعادله اللي عندي يعني اوردينري ولا بارشلي؟ خلينا ناخذ اكزامبل دي واي تربيع على دي اكس تربيع بلس اي تو ذا باور اكس في دي واي اوفر دي اكس equal sin x. هلا كيف بدي اعرف هسا في اشي اسمه
dependent dependent variable في إشي اسمه n dependent variable. هلا بالمعادلة هون كيف بدي أعرف الديبندنت وكيف بدي أعرف الاندبندنت؟ الديبندنت بيكون اللي هو الواي اللي هو هون فوق، يعني الواي بعتبرها ديبندنت والاندبندنت هي الاكس، تمام؟ فهلا إذا بدي أعرف إنه هاي أوردينري ولا بارشلي لازم أعرف إنه بالمعادلة هاي يكون عندي 1 اندبندنت variable. كيف يعني؟ يعني أنا لو جيت وطلعت على المعادلة هاي، أنا هون عندي x وهون عندي x. لو كانت هون مثلا dy على dx، طب لو كانت هون dy مثلا على dz، ما بقدر أحكي هاي ordinary، لازم الكل يعني البسط المقام تحت يكون كامل عندي x. يعني لو تغير صارت مثلا هون عندي dy over dx وهنا كان عندي dy over dz، ما بقدر احكي هاي ordinary لانه صار عندي two independent variable. اهم اشي نركز نعرف شو هو ال independent variable وشو هو ال dependent variable. خلينا نشوف البارشلي. البارشلي هو بيكون فيه two independent variable. يعني مثلا عندي مثلا du over dx تربيع plus du over dy مثلا equal 3. هلا انا شوف عندي هون عندي x وعندي y two independent variable، معناته هون انا بحكي هاي المعادلة partially وليس ordinary. ضروري جدا نعرف الطريقة هاي عشان اقدر احدد لقدام ايش المعادلة اللي عندي. لازم اعرف اذا كانت ordinary ولا partially. قلنا بنعرف الordinary differential equation، بدي اطلع على independent equation. اذا كان one independent variable مثلا x هون بس عندي على السريع بعرف انها ordinary. اذا كان عندي two independent or more بكون عندي هاي المعادلة بقدر اعرف على طول انها بارشلي. وهلا بنشوف كيف يعني لقدام ان شاء الله ببين كيف احل الاوردينري كيف احل البارشلي. هلا يعني عرفنا كيف الديفرنشال ايكويشن بتنقسم لقسمين، قلنا الاوردينري والبارشلي، وهلا راح ندخل على الاوردر اوف ديفرنشال ايكويشن. الاوردر اوف ديفرنشال ايكويشن، كيف نعرف الاوردر اوف ديفرنشال ايكويشن؟ خلينا ناخذ اكزامبل، من خلال الاكزامبل بنفهم كيف نحدد ايكو اكس في واي برايم ماينس واي دبل برايم تساوي ساين الاكس. هلا لو حكيت لكم هاي اي اوردر، بطلع هون شو اعلى اوردر موجود بالمعادله هاي اللي هو هذا، معناته هاي سكند اوردر على طول مباشرة، يعني من المعادلة بشوف على اوردر وباخذه. طب هلا لو كان عندي y برايم تربيع ماينس y دبل برايم تساوي x في ساين الواي مثلا، هلا هاي شو المعادلة شو الاوردر تبعها؟ لو حكيت يعني لو سألنا شو الأوردر تبعها، برضو نفس الاشي، شو أعلى أوردر موجود في المعادلة اللي هو الواي دبل برايم، معناته أنا عندي سكند أوردر. هلأ زي ما حكينا احنا خلصنا كيف نعرف الأوردر، إنه إذا كان فيرست أوردر أو سكند أوردر أو ثيرد حسب السؤال. هلأ بدنا ناخد إنه كيف نعرف المعادلة أو الديفرنشال إيكويجن اللي عندي، هل هي لينير ولا نون لينير؟ خلينا ناخذ اللينير ديفرنشال ايكويشن. اول اشي بدنا نعرف الصيغه العامه لللينير ديفرنشال ايكويشن اللي هو an of x في y plus n في an minus
واحد of x في y هو n minus واحد plus بلا 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 plus a not of x y function of x. هاي الصيغة العامة لللينير. هسا منيجي ومنطبق عليها إن شاء الله. خلينا نأخذ example one. e to the power x في y third minus sine of x في y هو y prime equal 5y. هلا لو سألت سؤال، هاي المعادلة لينير ولا نون لينير؟ أول إشي بدنا نطلع على السؤال، تمام؟ هسا لو أجيت بدي أقارن الـ A، هاي عندي A n of x في y to the power 3 اللي هو n plus A n minus 1 of x في y to the power n minus 1 اللي هي هاي minus. هسا لو نقلت هاي لهذا الطرف شو بده يصير عندي؟ minus 5y equal 0. ال 5y هي 5 بعتبرها function of x، 5 constant، ممكن تكون 5 ممكن تكون 5x ممكن تكون e of x اي شيء function of x، والconstant هذا برضو بعتبره انه هذا function of x. هلا كيف صارت عندي المعادلة بشكل عام؟ e to the power x في y third prime sine of x في y prime equal minus 5y equal 0. هلا هذا برضو يعني ممكن يكون هذا الطرف function of x وممكن يكون 0. هلا بدي اعلمكم على طريقه من غير الصيغه العامه على طول مباشره نعرف هاي لينير ولا لينير. كيف هلا اول اشي بدي اطلع عليه انه يكون معامل اكبر اوردر بالسؤال او بالمعادله equal واحد or يكون independent variable. طبعا خلينا نكتب المعادلة ونعيد نشوف على السريع كيف بدي. minus sine of x في y prime minus 5y equal 0. أول خطوة عشان أعرف على السريع هاي linear ولا non-linear. هلا أنا شو حكينا؟ يكون معامل أكبر أوردر بالمعادلة يساوي واحد أو independent variable. إيش حكينا الـ independent variable؟ هو الـ x، تمام؟ حكينا هو الـ x. هنا شو عندي؟ function of x معناته إيش؟ هاي أول خطوة، تمام. الخطوة الثانية إنه يكون الـ y تكون أس واحد، يعني هون انا عندي لو كانت واي تربيع هاي بلغيها بتبطل لينير المعادله. هلا لانه اس واحد اعتبرتها لينير، يعني الشرطين هذول اذا تحققن بكون شغلي بتكون المعادله لينير. هلا بناخذ كمان اكزامبل وان شاء الله بتتوضح الصوره اكثر. يعني لو حكينا مثلا اكس في واي دبل برايم ماينس كوساين الاكس في واي ايكوال 0، لو حكينا هاي المعادله لينير ولا نون لينير على طول انا شو عندي؟ عندي الواي دبل برايم مضروبه في اندبندنت فاريبل، معناتها اول شرط تحقق والاوردر والباور للواي واحد، معناته ايش؟ تحقق الشرطين، معناته هاي على طول لينير ايكويشن. خلينا ناخذ اكزامبل ثاني. طب لو حكينا y في y برايم ماينس e of x في y equal x تربيع في y برايم في y تربيع، شو بدنا نحكي عن هاي المعادلة؟ هاي لينير ولا نون لينير؟
هلا اول اشي اطلع عندي هون انا الواي برايم مضروبة في ايش؟ في dependent variable. variable معناته ايش؟ على طول هاي non linear. ليش كمان؟ هون اطلع على الباور للواي برضو اعلى من واحد. اعلى من واحد على طول معناته كمان non linear. يعني الشرطين ما تحققوا. من خلال هاي الطريقة على طول بعرف اذا المعادلة اللي عندي او differential equation هي linear ولا non linear. تمام؟ بدنا ناخذ كمان مثال عن اللينير والنون لينير لانه خلينا نوضح الصوره اكثر شوي عشان ان شاء الله نطلع من الموضوع هذا 100%. هلا اكزامبل 3 x to the power 2 في y برايم ماينس جذر الواي ايكوال 3. هلا ايش حكينا بالاول؟ بدنا نطلع على المعامل تبع الواي برايم. معامل الواي برايم هو x تربيع. هلا هاد function of x معناته اول شرط ايش؟ تحقق اللي هو انا عندي independent variable مضروب في اكبر order موجود عندي. هلا الشرط الثاني انه الواي تكون الباور تبعها واحد. طب انا هون الباور تبع الواي كم؟ نص. معناته ايش؟ non linear linear مباشر. هلا هذا الاكزامبل اجى اسئله سنوات قبل فتره ما بعرف متى بالضبط. دي اكس اوفر دي زد بلس اي تو ذا باور اكس في زد ايكوال 1. هلا في ناس ممكن ينعجقوا من الرموز هاي، فعشان هيك بدنا يعني اذا انعجقتوا من الرموز هاي على طول حولوها على دي واي اوفر دي اكس تمام بلس e to the power y لأنه هي هن e to the power y في x equal 1. طيب هلأ أول شرط يكون معامل ال y يكون معامل ال y prime هو عبارة عن يا إما 1 يا إما independent. هنا كم عندي؟ 1. معناته أول شرط تحقق. طيب هلأ أنا شو عندي ال dependent variable؟ اللي هي الواي. وكم كان لازم تكون الواي؟ قلنا اس واحد. طب انا هون ايش عندي؟ اي قوي واي، معناته نون لينير لانه انا لازم الاقيها بالصورة اللي هي واي يعني تو ذا باور 1. اذا ما لقيتها بالصورة هاي على طول مباشرة بحكي نون لينير. هيك بنكون ان شاء الله خلصنا من موضوع اللينير والنون لينير. بتوقع اي معادلة راح تشوفوها بعد هيك راح تكون يعني مية مية بتعرف تحلوها. هلأ خلينا ننتقل لموضوع solution of differential equation. solution of differential equation بدنا نعرف انه solution of differential equation من قسم لقسمين. الاول explicit solution والثاني implicit solution. كيف ال شو يعني explicit solution وشو يعني implicit solution؟ explicit solution اللي هو بقدر أخلي الواي على طرف، يعني أنا بس أطلع solution النهائي بدي أخلي الواي على طرف وباقي الاكس والاشياء الثانية على طرف ثاني. يعني يكون المعادلة عندي y of x تساوي كذا تمام. اذا قدرت اخليها على الشكل هذا معناته انا هذا اسمه explicit solution. اذا ما قدرت اخليها بكون ايش؟ implicit solution. خلينا ناخذ example. الاكزامبل مثلا خلينا نكتب بشكل عام انه يكون عندي y of x تساوي اي function of x. مثال example y of x تساوي x تربيع minus sine of x مثلا. هاي هيك بسميها explicit solution. طيب implicit solution مثلا لو اعطتك هاي المعادلة
بلس اكس ايكوال 3. طب هاي كيف بدي اخلي الواي على طرف؟ يعني لو بدي اجرب انقل هاي لهون وهاي لهون، ما بقدر اخلي انه الواي على طرف والباقي فانكشن اوف اكس على طرف ثاني، لانه انا اذا نقلت هاي لهون راح تصير عندي فانكشن اوف واي هاي، فما بزبط. فهي ايش اسمها، بخليها يعني لما اوصل للفاينل فاينل سوليوشن بخليها هيك، لانه انا ما بقدر اخليها الواي على طرف والباقي على الطرف الثاني فانكشن اوف اكس، فخلص بسميها امبسيت سوليوشن وما بقدر اخلي يعني، خلص بوقف لهون. تمام. هلا بدنا ناخذ اكزامبل سريع، انه بحكي لي الاكزامبل اللي هو بحكي لي show that y equal x to the power minus 3 على 2 is an explicit solution. Two, for x تربيع في y double prime plus 12 x y prime plus 3 y equals 0. هلا كيف بدنا نعرف انه هذا فعليا explicit ولا implicit solution؟ هلا هون شو المطلوب مني؟ بس يعني هاي المعادلة لو انا اطلعت عليها، هاي explicit يعني y equal x to the power، هاي المعادلة. فلنفرض انه هاي المعادلة هي solution لهذا، يعني انا هاي هذا السوليوشن اللي طلع معي. طب هاي المعادلة explicit ولا implicit؟ هي فعليا explicit. explicit solution ليش؟ لاني انا قدرت افصل، خليت ال y of x على طرف وال f of x على طرف ثاني، مزبوط؟ طيب هلأ شو المطلوب مني هون؟ بس اني اتأكد اني انا لو اشتقيت هاي المعادلة مرة ومرتين ورجعت مرة ومرتين ورجعت عوضت الواي معاهم راح يطلع عندي زيرو. تأكدنا فيها بأول الأول فيديو انه حلينا نفس هذا المثال نفسه بالضبط، انه يطلع معانا بالآخر زيرو يساوي زيرو، وطلعت طلع هذا هذا سوليوشن للاختران للديفرنشال ايكويجن هاي. بس انه يعني انا ايش بجيب، بشتق اول مره وبشتق ثاني مره وبعوضهم هون، راح يطلع معي انه هذول الطرفين متساويات، فعشان هيك انه هاي السوليوشن هو اكسبليسيت، لانه انا قدرت افصل الواي على طرف والاكس على طرف. هيك بكون خلصنا موضوع الاكسبليسيت والامبليسيت سوليوشن. هلا بدنا نشرح كمان مثال سريع. طيب بنكمل اخر مثال على الموضوع هذا، وان شاء الله بعديها بننهي الانترودكشن كامله. المثال اللي بيحكي لي determine the value of m if the function is g of x يساوي x to the power m is solution for 3x تربيع في dy تربيع على dx تربيع بلس 11x في dy على dx تساوي 3y. هلا انا شو عملت هون؟ هسا احنا شو حكينا كيف بدنا نبلش حل في هاي المسائل. هسا لما احكي لك انه الجي اوف اكس هو سوليوشن لهذا لهذا الديفرنشال ايكويجن، يعني حكينا بالاول انه اذا اشتقيت الجي اوف اكس مره ورجعت اشتقيتها كمان مره مع الجي اوف اكس نفسها، رجعت عوضت الجي اوف اكس الجي اوف جي دبل برايم هون ورجعت عوضت الجي برايم هون مع الجي اوف اكس عوضتها هون، هاي الجي اوف اكس جي اوف اكس. تمام. هيك بقدر احكي انه هذا سوليوشن، لازم يطلع معي نفس الجواب. ان شاء الله هسه بنبلش بحل المثال هذا قدام. هلا خلينا نحط المثال هذا قدامكم. حلو.
طيب خلينا نرجع ننسخ المعادلة على السريع أو نكتبها. g of x تساوي x to the power m، وعندي المعادلة كاملة هي عبارة عن 3 x تربيع في dy تربيع over dx plus 11 x في dy over dx equal 3y. هلا حكينا بدنا نعوض، هيني انا مشتق المعادلة هاي، ارجع عوض مكان كل جي دبل برايم هون اللي هي بدها تصير عندي 3 اكس تربيع في ام في ام ماينس 1 في اكس تو ذا باور ام ماينس 2، تمام؟ سكر القوس، زائد 11 الجي برايم اللي هي هيها اللي هي عندي ام في x to the power m minus 1 ناقص، انقل هاي على الطرف هذا، تصير عندي ناقص 3 في x to the power m equal 0، تمام؟ هسا بدي ادخل هاي على القوس هون. هسا بدنا نحكي عن شغلة. هلا x to the power m minus 2 ضرب x to the power 2، هلا احنا بنعرف انه الاسس بالضرب تجمع، تمام؟ يعني بده يصير عندي x to the power m minus 2 plus 2، الماينس هاي بده يصفي عندي x to the power m، تمام؟ صفي عندي 3 m تربيع minus 3 m في x to the power m plus هنا طبعا في اكس احنا ناسيين هون، ضرب اكس، تمام، 11 ام في اكس اوف اكس تو ذا باور ام ماينس 3 اكس اوف اكس تو ذا باور ام ايكوال 0. اسحب الاكس تو ذا باور ام، عامل مشترك، خلينا نصفط الصفر، الاكس تو ذا باور ام اسحب عامل مشترك، صف عندي 3 ام تربيع ماينس 3 ام بلس 11 ام ماينس 3 كل ايكوال 0، تمام لهون. هسا هاي المعادلة اجمع هاي مع هاي، بده يصفي عندي 3 ام تربيع بلس 8 ام ماينس 3 ايكوال 0، تمام. هسا بدي احلل هاي المعادلة، تحليل هاي المعادلة 3 ام ماينس 1 و ام ماينس او ام بلس 3